روهينجيا، قضيتي وقضيتكم يا مسلمون ويا عرب، فلا ذنب لهم سوى أنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأشهد أن الله هو الرب، فشهدوا من المشركين أشد وأكبر كرب، وكأن مشهد أصحاب الأخدود يعاد بدون زرب، حيث قطعوا أولادهم إربا إرب، أحرقوا بيوتهم وشنوا عليهم أشرس حرب، فلا حول لهم ولا قوة إلا الهرب، فلم يجدوا إلا البنغلاديش إليها المهرب، ضعفاء مساكين وفي أمس الإرب، لا مدفأ ولا مأكل ولا مشرب، يتطلعون إليكم لمعاونتهم ولسد المأرب، فمن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. أخاطبكم يا مسلمي المشارق والمغارب.